خيي أنا عايش بلبنان عندي سيارة ببابان بشبح بالمعاملتين وشاري على الحمرة كمان من كترة النسوان ضارب في الهرايين وبعدين ايه روق حبيبي عند الحال خلينا نشوف لا يمل حب عرفكن عشبان هني صحبي من زمان بين فلان وبين علبان هيك بقصة بالألوان فكروا معنا يا إخوان شو طبخين هالاثنين يا عين لا حميم ولا ترغل حابب تعرف لا يمل تدش عالبلكون بضل ميطق بالصالون حامل بإيد الريمون عم قلب من هون لهون وجه بوجه التلفزيون الحمد لله اللي خلقنا هون لا 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 باردون خير الكلام ما قال له دل ولو لا يمال رولا بليز قلبي في رولا رولا نعم بليز حبيبتي قلبي في على الواطي على الواطي حبس في مجال تروح حضرتك على وضعك تركني لحالي اذا انا عم قلب بالتلفزيون ما في شيء احضره انت قاعد عم تتسلى بالمجله يلا يلا حبيبي ماشي الحال بس رولا رولا بليز ولو ايه هيك منيح لعما تركني قاعدة زهقانة وانت قاعدة حالك عم تسلى بمجلة معقولي انا اتركيك شو بدك قولي بدي اسألك شي ليك حبيبي ايه مش انا مرتك حبيبتك معلوم مش نحنا مبسوطين مع بعض وانت بتحبني كتير طبعا اذا متت عباس شو بتعمل قولوا لما تبلشي هلأ اذا متت واذا عشت بليز بقى بعيد الشر بعيد الشر عن قلبك الف بعيد الشر عن قلبك هلا شو في يا حبيبي عم نتحدث نحن طيب عم نتحدث مش مزبوط مزبوط بس انه اذا ايه اذا ولو نفترض بليز ما تقوليها اني متت ايه علينا تتجوز علينا ما فشرت ما فشرت مين بدي اخذ انا بعدك ضلني عذابي كل حياتي عذابي ايه كمشتك عزابة مش عجبتك جاستي يا حبيبي ما مصدق كيف بدي موت لحتى تصير عزابة وتروح تفلت على حل شعرك لا. مش عجبتك جاستي ليش ما بتتجوزني ليه ما انك مبسوط معي ليه بدك تضلك عزابة شو انا المرة اللي بتنق روح. انا اللي بزعجك انا اللي بضايقك مش انا اللي بسليك ومش انا اللي بمستك كل الوقت ولا بخليك ولا بنقص عليك شيء ولا مرة بحياتي زعجتك بكلمة ولا مرة حتى اصلا نايمة مدرب راحت لك راسك ومروقت لك بالك خلص بقى خلص بقى عم نقلك بضلني عزابة لحتى لي ضلني اتذكرك له حبيبتي ما بتجوز بعدك انا حدا ابدا الف ايه. الف بعيد الشر سلامة قلبي مبين يا ويلي شو كذاب كانه انه انا زعجتك وانت مصدق كيف تخلص مني طب خلص بتجوز منيح تتجوز ايه. بتجوز حلو كتير ايه. ايه. قول بدك تتجوز وحده غيري ايه. قول انه انا ما بقى معبيت لك عينك اعترف بالموضوع فسر لي حلو كتير اليوم تتجوز وبعد يومين مش بلاقيها نايمه على تختي مثلا رولا بشو بدك انت هلا سالتيني سؤال تتجوز اذا من بعد ما عموت ها ايه. ما بحب اقولها يعني هاد الكلمه ايه. قلنا لك اذا عزابه ما خلصنا معك واذا بنتجوز ما بنخلص معك كمان ايه قل لي اعترف لي انه بعد يومين بقى تصير تنام محلي بالتخت بحياتي طب ما اكيد الواحد اذا تجوز يعني ما مرته ما بده يقعد وياها بس انت بضلك بقلبي يعني ولو ايه بقلبك شو كذاب وكمان حلو والله بعد جمعه بلاقي صوري كلها انشالت من البيت ونحط صورها إلها ما هيك وعلى صوري بالزباله بزيلو لا يا رولا ليه عم تفكري هيك بحط لك كم صوره لإلها وبحط لك صوره انت بالكوريدور وبحط لك هيك بعلق لك عليها شريطه سوداء هيك انه قد ما انا حزين عليك شريطه سوداء بحط لك هاي الكبيره حلوه اللي ضحكاني فيها هيك يا الله
ما تجنني. شو بكي طيب؟ وقعد تفكر هلا كمان قال لي انه اغراضي بكره بعد تصير تلبس لي ثيابي وتعطل لي من مكياجاتي وتتبرفن من برفاناتي. لو كم منيح هلا ليش فيني اخذهم معي؟ ليش بدك تاخذيهم معك؟ بالعكس حبيبتي، ما هي اذا لبست من ثيابك بصير انا هيك بشم الريحة تبعيتك، بصير بشوف حالي هيك بالتياب. رولا كانت تلبس هالفستان قامت لبسته هيدي، عرفتي كيف؟ بصير بشوف حالي هيك انه بعد رورو معي. بعد رورو معي؟ ايه شو لك؟ ايه بس بعيد الشر، بعيد الشر عن قلبك هيدا. ها ليك عمول بدك ايه، بس اوعى تفكر تقلي انا رح تسوق سيارتي. لا ما رح تسوق سيارتك لانه هي ما بتعرف تسوق حياتها. لا شو؟ سوري لحظة، لا لك لحظة، خليني احكي. لا بلا أخلاق. ما هي ما وبدي اقعد طولي بالك. وبدي اقعد بعيد الشر عن قلبي. انا خليني عم اقول لك مثلا يا بلا اذا لقت بدي طولي بالك. هلا هلا بدك يا ربع يا ربع يا ربع بطلها. تعال هون، تعال هون. لا بدي شمس، لا بدي شمس، خلي عمي. تعال هون، تعال هون. اهلا فيك، اهلا فيك، مرسي. بحب اعرفك على مكتبك، هذا هو. ثانك يو. يعني انت كونك مديره العلاقات العامه الجديده عندنا بالشركه لازم يكون مكتبك بجنن وبيليق فيكي. مرسي، كلك ذوق. كمبيوتر، فاكس، نعم، كل القطع هيدي موجوده هون. عجبتك هاي الصوره؟ ايه الصوره مهضومه، بس انا ملاحظه انه في غراض بعد على المكتب. ايه مزبوط، هولي الغراض لهيدي المديره اللي قبلك، هيدي وحده طشمه كانت هون قبل، هلا ببعث لك حدا بيشيل لك اياهم، ولا يهمك. ماشي. اوكي. عندنا معلش هون رح ندهن بكره. ايه لانه شوي هيك مثل في نش او شيء. ايه يعني هذا ما بيكون الا على ذوقي. على كل حال ما بيأثر، هو القشه الصغيره بتتزبط يعني، المهم الاصل، مهم اصل الشركه كيف. ميرسي كثير، بس بحب اقول لك هيك ملاحظه صغيره هيك. نعم. اخويه تفضل. نحن عندنا كموظف هون بشكل عام يعني جلغين. اها. بياخذوا وجه. نعم. بدي هالمسافه تكون بعيده بينك وبينه. بدك انه ما اعطيهم وجه يعني حتى ما يركبوا شغلي. سيريس؟ ولا يهمك، انا على هيدي القصص معوده. ابدا يعني. انت فوق كلاس دايما، دايما هيك من فوق تتعالي لي عليهم شوي. معلش تتعالي عليهم، انا عم بقصدها هالكلمه. نعم. اوكي؟ ولا يهمك. أوكي. من هاي الناحيه ما تعتلهم. مكتبك؟ ميرسي. واي شيء بتعوزيه انا بالخدمه. اوكي اوكي، ميرسي. جود لك. ثانك يو فيري ماتش. يلا باي باي باي. باي. تفضل. الو. اي نعم. لا انا في التشيك هي فيها مليون دولار. لحظه بليز دقيقه، مش شايفني عم بحكي على التليفون. ايه مليون دولار بدي التشيك جمعه الجاي. لا 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 لا، ما بقبل ابدا، ما بقبل. لا بس لحظه بليز، انه مش عن جد بلا ذوق، عن جد مش شايفني عم بحكي مخابره كثير مهمه، عم بحكيك بمليون دولار انت عم تحكي معي. انطرني لخلص، بس انطرني لخلص. الو. ايه لا لا لا، خلص على كل حال في هيدا تشيك، تشيك اللي بعده بنرجع بنبقى بننطر عليكم جمعتين. بس في شغله. ايه لا دو موزيك. لحظه بليز لحظه. نعم تفضل مسيو، تفضل احكي، شو بدك خير؟ دو موزيل هيدا التليفون مش موصول، انا جاي توصل لك اياه. كيف عم تحكي معه؟ ما بعرف انت عم تحكي، عم يسمعوك؟ هلا هلا قولي الو. سوري. لا يمال. لا يمال. يا الله يا ايمن، يا الله. مالك؟ ما عارفة شو بدي اجيب له لجوزي، بكرة عيد زواجنا العاشر وبعد لهلا ما عرفت شو بدي اجيب له كادو. شرفك ساعدني ايمن، انت قل لي انت شاب هيك وبتعرف بهالقصص، ساعدني. شو معقول مثلا اعمل له هيك سربريز، جيب له شي كادو حلو؟ بتحبيه؟ يا وبنتي بموت فيه، عم بقول لك لي 10 سنين جوزته. شو جبتي له ايه اول عيد جواز؟ عمى من 10 سنين ماني مذكره. بلا فقت عملت له سربريز، اخذته سافرنا على نيجيريا على الغابات وهيك، حيوانات شفناهم بعقده عم بقول لك اتوز ريلي. ايه بعقد. فيري رومانتك والله، فيري رومانتك. طيب بتاخذيه على باري؟ باري رومانس. عفيك فكره. لكن انا روح جيبه من نيجيريا وبنرجع له. عفيك عفيك فكره. تجيبيه من نيجيريا؟ ايه حبيبي، ما انا من اول ما اخذته على السربريز تركته هونيك، فهلا بروح بجيبه بعمل له سربريز باخذه على باريس.
الحب. فكرة عفيكة يا كتير لحكم بسيط. عن جد أيمن ما عارف شو بدي أقول لك. أها من إذنك. لوين؟ دبان 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 قرب على الدبان، قرب على تقتيل الدبان مسابقة 100 دولار، قرب على تقتيل الدبان مسابقة 100 دولار يا معلم. معلم معلم مرحبا. نعم. بدك تشترك معنا بالمسابقة؟ أي مسابقة؟ مسابقة تقتيل الدبان. اه ايه سمعت عنها انا هاي. سمعت عنها، يلا فوت اشترك معنا. عن جد؟ ايه هيك فيني فوت اشترك؟ بتفوت تشترك، قد ما تقتل دبان قد ما بتربح معنا. ايه الجائزة 100 دولار. عن جد؟ يلا قرب. شو الشروط؟ شو الشروط؟ ما في شروط، بدفع اشتراك 20,000 بتفوت بتقتل الدبان، قد ما تقتل دبان قد ما بتربح معنا. حلو كتير. منيح هيك؟ طب هات 20,000 ويلا. طب بس هاي 20,000 يلا هات. بس دقيقة بدي نط على البيت جيب القطعة من البيت. يلا عجل يلا يلا على الدبان قرب على المسابقة. جيت اوام. ايه طيب يلا لحظه، في واحد بعد جوا، اول ما يخلص بتفوت ورا دغري. يلا انا جاهز. جاهز بس حتى انا تحمل. ايه يلا على تقتيل الدبان، يلا على المسابقه. خلص خلص خلص, خلص. يحول طالع يلا. يلا مش الحال معلم؟ مش الحال. الله يعطيكم عافيه. شو شو, شو هيدا؟ الله يعطيكم عافيه على المسابقه. شو بك يا عم؟ ليك شو شو قصتك؟ لوين فايت؟ فايت بدي اقتل الدبان. انت انا اشتركت هلا بالمسابقه ناطرح اطلع. انت بدك تقتل الدبان؟ ايه طبعا، انا اصلا معروف بالحي، انا تنبل ما بقعد ما بعمل شيء، كل نهار قاعد عند السطيح قدام البيت. ايه وكل حوالي حوالي بيت زباله وكذا، بضل الدبان عم بعف عندي وانا بصفقهم طق طق طق، قاعد هيك كش دبان كل نهار. بها بدك تقتل الدبان يا بني ادم؟ لك ايه شو هيك طق طق بصفقها هيك من ورا. خبره 20 سنه. ييش 20؟ راح يهبشوك هبش. مين بده يهبشنا هبش؟ راح يهبروك هبر. هيك دبان بده يهبشوني هبش؟ ايه دبان، لانه كل دب هالقد كل دب هالقد قطبه. منين جايبين هون؟ الله لا يوفقكم. الدبان هيك كبار، ليش شو عملوا فينا؟ الله لا يخليك. دبان ما عملنا له، عملنا له دبان. الله يعطيك يعطيكم العافية. خلوني أعرفكم على حالي بالأول، أنا المنتج والمخرج والملحن والكاتب والمطرب عادل كرم. أنا مطرب صاعد جديد هلا، بس لاحظتكم بالجو عن شو المشروع بدي أفرجيكم عليه هلا. في كتير مطربين إخواننا عرب عم نشوفهم عم بيتكلفوا على كليبات كتير وبحطوا مصاري ومثل ما بقولوا بعزقة بلا طعمة. بتسافروا على أستراليا، على جزر ماو ماو، وعلى هلا اخر موضه على براغ بتشيكوسلوفاكيا، عم تتكلفوا مصاري على الفاضي. انا عندي الحل لكم، الفيديو كليب بيقوم على فكره، ما بعرف اذا سامعين فيها الفكره. الفكره كثير بسيطه، حدا بالكم فكره؟ انا الفكره اليوم بدي اعمل فيديو كليب لتتعلموا منه حضرتكم. انا في مطرب مؤخرا عم شوفه، مش رح اقول من هو عربي، قال مكلف 800,000 دولار الكليب تبعه، عم بغني لوحده قدام الباب، بس في هو والباب. عشو مكلف هيك ما بعرف، هيدي بعزة الفاضي حرام. اسمع مني وتعلم مني اليوم، لانه عم بدي اقدم لكم فيديو كليب جديد بقوم على فكره كثير بسيطه يلي هي جدا طبيعيه. في وراي مثل ما شايفين غسيل منشور، وانتم بتصيروا تجيبوا مراوح او تتكلفوا على مراوح. لا شو المراوح؟ في هواء طبيعي كوروندير مثل ما بقولوا، وفي بتروحوا بتدفعوا كمان اجار لانشات وبتستاجروه ما بعرف من وين. في لانش هون محطوط مسطوط يعني فيكم تستعملوه. وفي كتير مطربين بنشوفه مثلا بيبقى مطرب شاب بيجيب معه بنات، او هي بنت بتجيب معه بوضة شباب، في منهم بخيلوا بصيروا يطلعوا على الخيل وبصيروا يخيلوا بكعب فرنسا وبتشيكوسلوفاكيا. لشو هالفوضى كلها؟ بعزقه ومسخره. انا حبيت اخلط الجنسين، جبت حبيت استعين بشاب وبنت معي بالكليب اليوم. تفضل استاذ نعيم، تفضل شرفنا دومازيرولا لو سمحتي. رح اطلع عليكم هلا غنيه، اقدم لكم غنيه، هيدي مثل ديمو لا تتعلموا تبقوا تعملوا فيديو كليبات او ماشي. ها مطرب جاهز؟ جاهز استاذ. يلا بدنا اعطيك التوب. جاهزين؟ ها ايه بدنا نعطيهم عبره للمطربين لحتى يبقوا يعملوا كليبات بكل بسيطه جدا، بدون قلعت انت، بدون بعزقه ومسخره. مع احترامنا لكم جميعا. بلش يا معلش لو طالع صوت المطيرات حوالي. عادي 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 جدا طبيعي، خزان مطار بنية جدا، هذا كليب طبيعي ليتعلموا. اوكي يصيروا يحطوا بعزقوا مصاري على الفاضي. يلا جاهزين؟ يلا. هل رأى الحب سكارى سكارى
مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تصل الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا. هذا هو الفيديو كليب، ان شاء الله يكون عبرة لما نعتبر منكم انتم كمطربين. يعني مرت الجاي شو رح نغني؟ مرت الجاي رح نعلمكم كمان، نغني لكم غنية اسمها ألف باب وباية قلم رصاص ومحاية. وفي قصة التليفون، تليفون صغير منك، تليفون جيب التليفون تبي معك، تليفون صغير منك. جماعة الجاي، جماعة الجاي، اذكر البر. يلا ميرسي، اوكي يلا باي باي. بلشت تنقي من هلا؟ لا حرج، عمال جديدة بشرفك عادي. عيب، نحن نروح نشوف الجماعة. غطى غطى وإذا يعني هيدا اللي عم بقول لك. روح روح ابني سيدي، قرب لهون استاذ، ما تحرك، قرب لهون، قرب، وقف وقف عادي. بس 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 ارضك، ما بحلى ارضك. مصرياتكم مصرياتكم، يلا يلا يلا، مصريات مصاري مصاري، معكم مصاري اطلعوا فيهم. يلا يلا يلا، خلاص خلاص خلاص، حط مصرياتك. مصريات شو يا خيي؟ مصرياتك اللي معك اطلع فيهم هلا. يلا خيي مصاري جزداني، ما 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 سيارة، اعطينا السيارة. هي السيارة، هات السيارة. لا عادي، انت ما تحكي ولا كلمة، ما تحكيك مع مرتي. عاد هات مفاتيح السيارة. ما في ما في سيارة يا خي، ما بقدر، هاي السيارة سيارتي هاي. وإذا سيارتك هاتها؟ أنا ما بعطيك سيارتي، عجبت انت ما بتاخذ السيارة. ما بعد ما كفينا تقسيطها بعد جديدة ما تهنينا فيها. يا 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 ما أحلاكي، ما تمسخر. شو طيب لحظة، ليك يا السيارة يا مرتك. شو معك يا سيارة؟ يا مرتك يا السيارة. يلا مثل ما عم بقول لك بسرعة. كيف شو يا مرتي يا سيارة؟ يا بتعطينا مرتك يا بتعطينا السيارة، نقي واختار. يلا بسرعة. طب بتعطيني 10 دقايق لفكر؟ فكر عادي، فكر عادي، ان شاء الله عمرها ما ترجع السيارة. لا ولو كمان ما اختمينها، انا ولا مرة طالب منك خدمة، اختمينها يا يعني. لأن السيارة بعد ما كفيت حقها وبحبها كثير. خلص خدوها خدوها. شو خدوها خدوها عادي. الله يلعنك. قربي معنا، قربي مدام، لا تعال هون. شو بيقطع لي الكارت؟ هو قربي روحي. الله لا يوفقك. بونجور. اهلين. بليز بدي منقوشه. ايه معلش، بدك تنطري دورك شوي اذا بتريدي. يا مسيو. نعم عيني. بدي منقوشة بليز على السريع. ايه ماشي الحال. طيب بعرف بدك منقوشة، بس انطري دورك. ماشي الحال، ما هلا بعدك واصلة. دور خيد، في مجال تعمل لي هالمنقوشة؟ يا عمي شو حتشتريني بالمنقوشة انت؟ ما الشغل لفوق راسي، ما انك شايف العجقة حواليك كيف؟ خدي دور. امتى جيتي برنو؟ امتى جيتي؟ هلا. اوكي خدي دورك بالصف بالنظام، نحن هون اللي بنقيش. اي مين ضرب انت؟ انا؟ شو ما خصني انا، بدك تشوف بهالعجقة مين ضرب. مين ضرب؟ لا يمل. لا يمل. مين؟ صباح الخير. صباح النور، شو صار؟ دنقري؟ لا لا ماشي الحال، ماشي. كيفك دكتور؟ بس عم بفتح انا، علقت يمكن ضربت اجري. تفضل تفضل. دخل تفضل ما توخذنا. دخل يا كرسي. يلا يلا على السريع ظبط قعدتك. يلا قول انا ما عندي وقت كثير. رجعت. ايه كيفك؟ الحمد لله حكيم. كيف هالعائله؟ بخير الحمد لله. كيف المدام؟ تسلم عليك. بيك كيفه بالايام؟ شو عم بيعمل؟ والله كان تعبان بس الحمد لله صار احسن. كيف الشغل؟ كتر خير الله، عم نتعب بس الحمد لله. يعني ليش عم تطلعوا على الجبل؟ على الجبل ايه، يعني من وقت لوقت بالويك اند.
بقول شو بدي اسألك، المحل عتبعته للمحل؟ محل؟ قصة سعر مسعري عم طلع انه مش مناسب. بليك عندي مريض هلا، بعدين برجع بحكيك. ايه؟ يلا باي. ايه كيفك؟ مين انا؟ ايه حياتك. لا ليك بتقلك شو؟ ما انا بعمل هيك اشي عادة، بس ما بحب اقول مين، خليها فاعل خير احلى. بيوصلون الاغراض بينبسطوا فيهم كل شيء بس من دون ما يعرفوا مين. ايه ليك طب هلا بعدين برجع بحكيك. ايه يلا يلا باي باي. شو رئيس؟ لا رئيس ولا ميز. شو بيه؟ خير ان شاء الله. شو في؟ بنعيم. شو؟ انت لامتى بدك تضلك هيك قلبك طيب؟ شو 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 هيدي شو هيك؟ لامتى بدك تضل ماشي المي من تحت اجريك وانت منك حاسس؟ شو يا حبيبي شو في هلا شغلت لي بالي؟ شو هالخبرية؟ انا كل عمري هيك، انا معروف هيك، هيدا كاركتيري. انت كل عمرك هيك؟ انا هيك كاركتيرك هيك. نعيم بدي اقول لك اياها من الاخر، انا شو شو انت لازم تعرف اصحابك من عدوينك. خير ليه؟ خير ان شاء الله. شو في هلا؟ لازم تعرف اللي بيحبوك من اللي بيكرهوك يا نعيم. زلمه شغلت لي بالي في شيء يعني؟ سمع لك شيء خبريه؟ حدا قايل شيء؟ سمع لك شيء خبريه؟ لا. شو في؟ نشرك نشر قدامي امبارح. مين هو؟ مين هو؟ ما راح اقول لك مين هو. ما تقول لي مين. لا لا ما تقول لي مين هو. انت 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 مقطع موصل يا نعيم. انا انت داير عن نسوان؟ انا انت بتلعب قمار يا خي؟ مين هو هذا عم يحكي عنه هيك؟ قال لي مين؟ انت بيجوا بيقصدوك، قال بتقول لهم روحوا انت تارك اهلك وما عم تدفع لهم مصاري وبيعك يا حرام مريض ومدري شو وكذا. انا ما عم تلتفت لاهلك انت حبيبي؟ مين هو هذا؟ انت بخيل يا عباس. قال لي مين هو؟ ما راح اقول لك مين هو. اعصابي بلشت لا تهزهز ولا تمزمز. مين مين اللي مين عم يحكي عنها؟ ما فيني اقول لك هلا، اذا بقول لك بتروح تقتله دغري. بقول لي انا مش قاتله، بس انا بعرف كيف بتصرف. مين هو هذا يا خي؟ ما راح اقول لك. شو مجنون لاقول لك؟ طب شو قايل كمان؟ شو قايل؟ ما خلى ولا بقى فيك. قال لي لئيم اناني نعيم ما بيعترف بحدا نعيم كذا. يا عمي انا ما حملني راسي كمان. بدك تقول لي مين حبيبي؟ قل لي مين. ما راح اقول لك مين. مين هو يا خي؟ يا خي بترتكب جريمه. ما راح اقول لك مين. اللي حرف من اسمه ولا شيء؟ ولا حرف ولا شيء. قال عني بقى. بس المهم انت الخلاصه انك لازم تعرف اصحابك من محبينك من عدوينك. خلصنا بقى. قال شيء كمان غير هدول مخب عنه؟ اذا بقول لك شو قايل والله بتخوت. بكفي هول مقطع موصل واهله على الطرقات وعم يشحد العالم. خلص يا نعيم شو الحكي. عباس حبيبي انت ما بتقول انك صديقي وبتعزني ومدري شو؟ ما راح اقول لك مين. بدك تقول لي مين؟ ما راح اقول لك مين. صديقك وبعزك بس ما راح اقول لك مين. طب ليك انت ما دافعت عني لما حكى الاشي قدامها؟ ما فشر انا اللي دافعت عنك لنعيم. شو قلت؟ شو قلت؟ مستهون العلاقه اللي بيني وبينك. شو عملت انت؟ كيف تصرفت بهالوضع؟ بس حكي هيك قدامي. ايه؟ قلت له لك يا عادل كرم اذا بعد تجيب سيرته لنعيم حلاوي قدامي خلص خلصنا بقى. معقوله هيك؟ هلا شو بدك حلاوه نعيم؟ صحة 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 يا مي. يا ولادي نعم يا بابا نعم. كلكم هون؟ ايه كلنا. كلكم هون؟ ايه يا بابا كلنا. رولا اجت؟ رولا ايه يا بابا. ايه هون حدك رولا يا بي. لا بي ما عم يشوف. كيفكم يا بي؟ منيح؟ لا يا بي بدنا انت تقوم بالسلامة. الله يخليك ما تتعب حالك بالحكي يا بي. انا قصدا حبيت تكون وكلكم حد بهالمرحله لانه مثل ما بتعرفوا اني لا سلامتك يا بيي عبموت. لا يا بيي ما تقولها. الله يطول لك بعمرك. الله يسلمك يا رب. بس انا عملت اللي علي وضميري مرتاح. حكيت مع المحامي وكتبت الوصيه. لك يا بيي انا على الوصيه انا كمان انا قدر على. بس انا حبيت انه خبركم اياها كلها انه كل واحد شو طلع له هيك. يا بيي ما بدك. انا اوبتك بالسلامه. اوبتك بالسلامه بتكفينا يا بيي. شو بدنا بالوصيه وبالورث؟ الله يخليك يا بيي. انت يا ابني يا ابو ناجي. نعم بابا نعم. كونك ابني الكبير من بعد ما مات خيك الاكبر. ايه ابو مصطفى. ايه صرت هلا انت المسؤول عن اخواتك واكبر واحد فيهم بتفهم اكثر شيء. الله يطولنا بعمرك يا بيي. ما بدنا شيء يا بابا منك. انت ان شاء الله بتضلك انت فوق راسنا. كتبت بالوصيه تطلع لك شقفه الارض اللي بالجبل لك. الله يخليك يا بيي. ما بدنا شيء يا بابا. هلا نحكي بالورثه نحن. بدنا الله يطول بعمرك انت. رورو ويني رورو؟ انا هون رورو. رح يحكي انت يا بنتي بالوصيه كتبت لك تطلع لك
البناية اللي عبير حسن لقلك. والشقة وانو الصغير الأصعد الشقة لهذا الصغير الأصعد بركب بيقعد فيها بيتجوز يا عم احنا ماشي دار ما بقى يحزك بال مع ال... هذا ضلوا بالسيارة لا خلص قول له لبيك ما بقى حزك على البنات وهيك قول له ما انتك شايفه بأي وضع وينه هيداك المصطانة يا حوي هذا هو يا حوي انت ابن الشركة لقلك انتبه لي عليها منيح كتبت لك الشركة باسمك بوصية الله يخلي لك يا بابا ما بدناش منك بكون ضميري مرتاح وعملت اللي علي وبقدر انه غادر هالدنيا بعد عمر طويل يا بابا شو بتقول عملت اللي عليك يا بيي شو وزعته نهني يا بيي وما تكون عملت اللي عليك ما في اني كمان شو نسيتني يا بيي بعد عمر طويل مين عباس انا عباس عباس وليه عن نسبة شو لي عن نسوة حبيبي انه انت ما بعرف كتبت الوصية كلها هيك على التوزيع خلص مش الحال هلا ليش هيك يا بي عملت معلش يا حبيبي يا ابني شو بقى نعمل هلا شو لك عباسه نعم يا بي في هالساعة هيدي ساعة عزيزة على قلبي يعني ذكرى من جدك هيدي اوتوماتيك ضد الكسر وملبسة تشتريها مطبع يعني ما عم بيطبع مصاري من زمان كنا ما بقول لك بس هلا يا زلمه ما بقى حدا عم يتجوز ليش فيها؟ بيجوزوا 4 5 بده يتجوزوا بنفس النهار بقى تفضل ما لحق هلا وين؟ يعطيك العافيه معلم نعيم اهلا الله يعافيك كيفك خيي؟ حبيبي اهلا وسهلا مرحبا خيي شكلك ما تذكرتني بلا شيء جيت لعندك من 3 ايام عشان كرت العرس طبعا ولو العريس العريس اهلا وسهلا فيك مين؟ بس عم جرب اتذكر اسمه بدي خليك بدي اشوف اذا وقت تتذكر عباس عباس كيفك معلم نعيم ان شاء الله ما تكون طبعته لا نحن طباع شو بك اتفقنا عليها الجمعه الجاي انا مقيد لك اسمك قلت لك انه خيي الجمعه الجاي طباع خيي بس عملت التصميم الديزاين يحوي هون هلا قدامي هلا بعدنا شوف هيك فرد مره بتشوف اذا كله تمام يحوي هذا اول واحد اوكي اوه ديزاين حلو كثير 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 حلو هذا الاسود شو حيجي الخلفيه ابيض اللون الكرتوني بيضه طيب والكلام باي لون اتفقنا شو بك ذهبي ذهب نافر نافر هيدا هيدا الكرتون مطبوخ بده يكون عارفين بتحط لها اسم اهلها بالاحرف النافره اكيد طيب هون لك يا معلم نعيم بدي منك شغله ما زال بعد ما طبعته شو حط لي لطشه ازرق بالاخر من تحت ازرق هيك بصير ابيض وازرق بيقلوا رونق طيب اوكي طيب. مش مشكله كرام عينك معلم نعيم ايه. انا جيتك بكير لحتى لي اقول لك شغله شو بدي اعدل بالكارت تعديل طيب شو بدك تعديل مثل شو يعني وين بدي اعدل باسم العروس اسم العروس انه بدك زيد احرف نقص احرف على الاسم او شيء هيك ولا كيف لا بدي زيد ولا بدي نقص لا تتلبك انت بس واحد يطلب منك شغله لا انه اسم العروس شو بدك شو بدي شيل اسم العروس كله غيره انت شو حاطط عباس ومين كارولين بدي تشيل لي كارولين وحط لي غادة ليه بقى يا اخي غيرنا العروس غيرت العروس؟ ايه من يومين انه يعني فكر شو خصك بخصوصياتي انت عم تاخذ اجرتك ولا ما عم تاخذ اجرتك؟ ما تاخذنا حبيب سوري بس انه عم شل لي كارولين وحط لي غادة تكرم عينك ممنونك اوكي بجي الجمعة الجاية ايه اوكي تكرم عينك خلي لي اياك بس في شغلة انه هيدي بدها تكلفك شوي بس حق الفيلم هذا اللي عملناه شو بدك تكلي؟ ماشي هيدي بتكلفك ابو تقريبا شي عم تحسب مبين 3000 ليرة دولارين ماشي يعني بس حق الفيلم هذا لأنه حبيبي معلم نعيم مينك طابعه للفيلم يا خي شيل كارولين وحط غادة ايه ما انت هيدا فني دولارين عليها حبيبي عباس هيدي ما نزلتها بالزبالة ما نعمل نرجع فيلم عن جديد ماشي 3000 ليرة يعني دولارين يعني تكرم عينك لك يا عمي هلا إذا بدي شيل كارولين وحط غادة بدي أدفع دولارين ماشي عن جد عم تحكي وحياتك ولا شو هلا لحظة خي قديه قلت لي بدها تكلف 3000 3000 بلاها خيي خليني على كارولين على الأولانية كيف؟ بلا غادة خلص كارولين ضلني على الأولانية ايش بدي ادفع دولارين عليها لعطيني غير لها اسمها خلص ما كله مثل بعضه خيي كله رايح شو ليه عم تبحلي؟ فتتجوز الأولانية رجعت على الأولانية خلص تكرم عينك خلص لا يمال
لا يمل. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ أنا وخي عباس محضرينكم مفاجأة كتير حلوة. كنت من زمان بعرف مطرب مشهور كتير وأغاني كتير مشهورة، بس توفى الله يرحمه. من وحي المناسبة في عنا غنية هلأ حبينا هيك اخترعناها شوي أنا وخي عباس، اسمها سيليكون شفايفك. صح، سيليكون شفايفك غنية للحقيقة. شو غني اخذت معنا وقت كتير، يعني تعبنا كتير لحتى يطلع معنا هالكلام. وفي شخص سمعها قال شو بده ينتجها لو حط 100,000 دولار. يا انا مثل ما شايفني وشايفه. ايه طبعا، نحن هاي الغنيه هلا رح نعمل لها بروفا نحن وخينا بسام بدور ويساعدنا فيها. رح لكم انا مقطع من الكلمات، بس انتم رح ترجعوا تشوفوها بالحلقه الجايه من لا يمل مصوره مع كليب. هلا دارجه كتير ما حصل يعني غير شكل بتقع هي بالقلب. عفوا، بتقول الغنيه سيليكون شفايفك لزلز بقك وابتساماته. طبعا سيليكون شفايفك نافخ رافخ على جمراته. سيليكون شفايفك فينا نقول كوبليه ولا ما حدا يشفته؟ معلش، اول حرفين من كل كلمه. شفايفك لما يميلوا دول وزنه نص كيلو بالبحر يفوشوا والناس يطوشوا حاسب لا يفقع سيليكون شفايفك. ما رح نقول لكم الكوبليات كلها، بنعتذر منكم لانه حقوقنا لنا يعني. تفضل استاذ بسام. الله الله يا حنون، ما قلت لك كيف؟ الله الله شفايفك لزلز بقك وابتسامات. سيليكون شفايفك نافخ رافخ على جمرات. سيليكون شفايفك لزلز بقك وابتسامات. سيليكون شفايفك نافخ رافخ على جمرات. سيليكون شفايفك لا يمل. حتى ما يصير الطبع، هو الطبع لقلنا لا يمل لا يمل، بس ما بيعملوا بالإذاعات لا يمل. الله، ما تقلهم إياها. لا خلص، قول بعد واحد قول هذا. شفايفك لما يميلوا دول وزنه نص كيلو. شفايفك لما يميلوا دول وزنه نص كيلو بالبحر يفوشوا والناس يطوشوا. بالبحر يفوش والناس يكوشوا حاسب لا يفقع سيليكون شفايفك. سيليكون شفايفك لزلز بقك وابتساماته. سيليكون شفايفك نافخ رافخ على جمراته. سيليكون شفايفك لزلز بقك وابتساماته. سيليكون شفايفك نافخ رافخ على جمراته. سيليكون لا يمل لا يمل. سيليكون ايديك لما لا هوليك اتركهم. بنشوفكم الاسبوع الجاي بكليب جديد. ما تقول هيك يا بابا، ما تقول. لا ما تقول عليك مثل ما قال لك طول عمرك انت يا ابني. قولوا خيك كبير ما بتعرفوا اني عم موت. لا ما تقول هيك. بيقدر بيقدر الميكا يروح بالضحك. ها هتضحك انا من اول ما بلش شايفها عم بسمع عم بقول له ايه يا بيي. نعيم نعيم صار غير واحد. طب ليك انا عندي مريض هلا برجع بحكي بعدين. ايه كيفك؟ مين انا؟ بس هيدي الشغله بدها تكلفك حق الفيلم هذا اللي عملناه. يعني نحن هلا لحقنا الوضع بطباعه، بس هذا 3000 ليره. لحظه لحظه شو هون ذكرتها. يلا اوكي خيي، ما زال هيك خلص. خليك على كارولين، خلي كارولين ولا غادة. لشو؟ ما كله مثل بعضه. شو بدي ادفع 3000 على
على الغدا. كيف يطلع العريس اللقطة؟ كيف يطلع فيه؟ شو؟ كيف يطلع فيه؟ تطلع أحلى بقى. شو بعرفني؟ كارولين كارولين اطبعه مثل ما هو. خاطر قلت له بدي اتزوج. لا بس منيحة. ايه يعني انت تذكره بتزوج. عباسو. ايه. زيح شوية مروان انطف التيفي. طفى. ولا؟ انا بدي طلعك. شو عليك؟ هاي منه. عباسو. عم يطلع في الكاميرا هو ولد. مروان قل له كيف بكتب. مروان قل له بانيك وراك بالعدسيه هلا مفنك على الميكرو. ولا ايمن ايمن خليه معك. قرب على المسلم دغري. يلا في واحد جوا هلا تيخلص. ايه وانا من البيت. اوتوماتيك ضد الكسر وملبسة تشتريها. الله لا يوفقك يا بي على هالورتة. شو هالورتة معقول؟ ولو يا بي سوتش ولو مش مبين شو هي. شو